السلام عليكم. تحدثنا في محاضرتنا السابقة عن موضوع الكرسي الخالي والإرشاد باللعب، واليوم عندنا موضوع تكلفة الاستجابة. شنو يعني تكلفة الاستجابة؟ هو إجراء سلوكي يفقد به الطالب جزء من المعززات اللي عنده. ليش يفقدها؟ لأنه قام بسلوك غير مرغوب، فيؤدي إلى تقليل أو إيقاف ذلك السلوك. أوضحت الدراسات العديدة أنه هذه يعني الأسلوب وهذا الإجراء جدا فعال في تقليل السلوكات غير مرغوب فيها، مثل العدوانية، النشاط الزائد، مخالفة التعليمات وغيرها. حسنات تكلفة الاستجابة شنو؟ أول شيء تطبيقه كلش سهل، عنده فعالية كلش قوية، ما يستغرق مدة طويلة لتقليل السلوك، وما يشتمل على العقاب الجسدي. من الأنشطة المناسبة لهذا الإجراء هو حجز الطالب في الفرصة إذا أساء التصرف، يعني إذا سوى فد شيء في داخل الصف، أن المعلم يمكن أنه ما يسمح له يطلع بالفرصة، أو إذا كسر الجامعة مع الشباك يقول له روح يكلفه أنه يشتري، يعني يجيب ثاني يوم زجاج لهذا الشباك مثلا، او يدفع مبلغ هذا الزجاج. اوكي، حتى يكون هذا اجراء فعال ومثمر اكو خطوات. اول شيء نوضح طبيعة